بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم، وأكرمنا بنور الفهم، وافتح علينا بمعرفة العلم، وسهل أخلاقنا بالحلم، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. مرحبا بكم أيها السادة والسيدات إلى هذه الحلقات التي نتحدث فيها كما تعلمون عن الجهاد في الشريعة الإسلامية، ذلك الذي أعلن المصطفى صلى الله عليه وسلم أنه حكم ماض مستمر إلى يوم القيامة. وعنوان هذه الحلقات كما تعلمون هذا هو الجهاد. نحن انتهينا إلى بيان الحل أو الحلول للمشكلات التي استعرضناها على أعقاب حديثنا عن الجهاد، وهي مشكلات أفرزها تصور كثير من الناس عن الجهاد، وأفرزتها الخطط التي تصدر إلينا وتحدثنا عن الكثير منها. نعم، آخر حل من الحلول هي حلول، آخر رقم منها كنا نتحدث عنه هو ضرورة التركيز على أن هنالك طائفة مما يسمى الإرهاب، هو إرهاب مشروع، بل هو إرهاب مقدس، ولا يمكن أن تنهض الأمة في وجودها إلا على دعائم هذا الذي يسمى إرهابا. هذا التركيز من الأهمية بمكان. لماذا؟ لأن كلمة الإرهاب منذ أن أطفى عليها الغرب ما أطفى عليها من تصوراته وصبغها بالصبغة التي يشاء، أصبحنا نتلقاها على أنها شيء سيء، على أنها يعني ظاهرة من القذارة ينبغي أن نتوقاها وأن ننفض عقولنا وثيابنا منها، وهذه مؤامرة. نعم، قلت أنا أن هنالك قائمة مما يسمى إرهابا، هو أقدس ما يجب على الأمة أن تتمسك به، ولا أعيد ذكر هذه القائمة. وفي مقدمتها السهر على ميزان العدالة، السهر على حماية العدالة، السهر على حماية العدالة لا يتم ولا ينجح إلا اعتمادا على ما يسمونه الإرهاب. نعم، يجب أن نركز على هذا في ندواتنا، في مؤتمراتنا، في صحافتنا، في إعلامنا، فيما نقول، فيما نكتب، فيما نؤلف، تماما عكس ما يفعله الغرب في خططه الرامية إلينا. الآن عندما نقرأ الصحافة الغربية دائما قاموس الغرب يتحدث عن الإرهاب كبعبع، يتحدث عن الإرهاب كجريمة، يتحدث دون تفصيل ودون تمييز بشكل من الأشكال. هل هم يتعاملون فعلا فيما بينهم على هذا الأساس؟ أبدا، ولكنهم يصدرون إلينا هذا التصور من أجل أن ننغض الرأس وأن نخضع الشعور وأن نخضع الواقع لهذا التصور، وعندئذ نستسلم بإرهابهم. نعم، يهيمنون علينا، وباستسلامنا نخضع لكل ما يقولون. مؤامرة هذه. إذن ينبغي أن لا نخاف من كلمة الإرهاب، وينبغي أن نغذيها، لكن على أن نربطها بالقائمة التي تحدثنا عنها. هنالك أنواع من الإرهاب، قلنا إن المبادئ التربوية تدعو إليها، درسنا ذلك في علم النفس التربوي. هنالك مظاهر من الإرهاب لابد من وجودها في تحت أقواس القضاء، وهذا شيء معروف. لا، هنالك نوع من الإرهاب، بل أنواع من الإرهاب لابد أن تتمتع بها السلطة كدولة. نعم، هنالك نوع من الإرهاب لابد أن يتمتع بها الجيش الذي يحمي وجود أي أمة من الأمم.
إذا خلى وجود أي جيش يرعى الأوطان ويحفظ الحقوق، إذا خلى من معنى الإرهاب فقد أصبح أشبه ما يكون بجسم انفصلت عنه روحه. هذه أيضا هذا جزء من الحل الذي ينبغي أن نمارسه. مرة أخرى أنا أقول أنا أضع الحلول لكنني لا أملك أن أضع في النفوس البواعث. الشيء الآخر أيضا هذا جزء من هيكلية الحل الذي ينبغي أن نمارسه، توحيد الصف والقضاء على النزاعات والخلافات التي تكون لسبب أو لآخر في صفوف المقاومة الفلسطينية. ومرة أخرى أنا أقول أنا أنطلق من حسن الظن ولا أسمح لنفسي بإساءة الظن، لو أسأت الظن لما استطعت أن أتعامل مع أي حل من الحلول. فأنا أعتقد وأرجو أن لا أكون مخطئا أن سائر الفصائل الفلسطينية، سائر فئاتها، سواء منها الفئة التي تمسك بزمام الحكم أو التي تقود المقاومة أو الفئات الأخرى التي تدعم هذه الفئة أو تلك، كل هذه الفئات تتجه إلى هدف واحد يشكل جامعا مشتركا، وهو إنقاذ هذه البقعة المباركة المقدسة، هي إنقاذ هذه الكتلة من البشر التي تمازجت فيها مظاهر البؤس بشتى أشكاله وأنواعه، اليتم، الفقر، الهلاك، البيوت المتداعية على أصحابها، الأمنية التي كانت بالأمس باسقة ثم تحولت إلى قبور تحتضن الموتى الذين هم فيها، في حين أن فئات أخرى باغية ظالمة محتلة ترقص على الأشلاء. لا أستطيع أن أتصور أن فئة من هذه الفئات تضمر غير إنقاذ الأمة من هذا البؤس، لا أتصور. لكن هنالك ربما اجتهادات في اختيار الطريق، ومن ثم يتنكب البعض عن الطريق الصحيح. أنا أدعو كل هذه الفئات إلى أن تتساءل، وقد اجتمعت على جامع مشترك ولله الحمد، تتساءل عن الهوية التي تقودها إلى هذا العمل. ما هي الهوية؟ مرة أخرى أقول أنا أنطلق من حسن الظن، الهوية عند هؤلاء على اختلافهم، على اختلافهم، أنهم جماعة مؤمنون بالله، أنهم يريدون من خلال خدمتهم لأمتهم، من خلال ما يتجهون إليه من أعمال الإنقاذ لهذه الأمة من بؤسها، يريدون أن يلقوا غدا وجه الله عز وجل وهو عنهم راض. ما في إنسان إلا وهو مفطور على الإيمان بالله ومفطور على استرضاء الله عز وجل في عمله. قد يتنكب لكن الهدف واحد. طيب، فإذا كنا جميعا منطلقين من إيماننا بالله عز وجل ورغبتنا في أن نلقى الله عز وجل غدا، وقد برهنا أننا فعلنا جهد استطاعتنا ما يرضيه، ثم نحن نعلم أن الكل يهدف إلى إنقاذ ما يمكن إنقاذه من الأرض والوطن والحق، وإزالة غاشية البؤس عن هؤلاء البائسين. إذن مقومات ضفر الجهود وطي النزاع وأسباب النزاع موجود، موجودة. ينبغي أن تفعل هذه العوامل
عوامل التلاقي. ينبغي أن نوقظ المشاعر التي قد تكون راقدة نائمة فيما بيننا. هذا العمل من الأهمية بمكان. ربما قال قائل: هذا الذي تتصوره مستحيل، لأن القوم الجماعة مروا بتجارب من هذا القبيل ولم ينجحوا فيها. أعتقد أن تجرباتهم محاولاتهم لم تسر في هذا الطريق الذي أقول. المحاولات التي تمت بالطرق السياسية، محاولات رأب الصدع وجمع الشمل الفئات المختلفة لا نريد أن نسمي، نعم المحاولات تمت، لكن رائدها كانت أهداف سياسية أو محاولات سياسية. المحاولات السياسية تجدي بشكل آني تكتيك وليس أمرا استراتيجيا. لا، الطريقة التي تفيد، وأنا نعم آمل أملا كبيرا، هي تتمثل في أن نوقظ المشاعر الوجدانية الإيمانية التي توجد بين جوانحنا، لكن طبعا بتفاوت ما بين فئة وفئة أخرى، نوقظها ونفعلها. دعك من السياسة، يعني أنا أقول لفلان وفلان وفلان من القياديين، ممن يمسكون بزمام الحكم الآن، وممن نعم سعوا بالأمس ووصلوا إلى الحكم، وممن يعتبرون أنفسهم قياديين والآخرين، أقول لهم: كل واحد منكم يعلم أنه غدا راحل عن هذه الحياة الدنيا، الموت يتربص أكيد. طيب، إذا رحل الإنسان منكم إلى الله عز وجل، عند رحيله قبيل خروجه، عندما يكون بين توديع الدنيا التي هو فيها وبين الإقبال على الحياة التي هو على موعد معها، ماذا يكون موقفه؟ المخطئ يتمنى لو أنه عاد إلى نعم ربيع عمره أو حتى خريف عمره ليصلح ما أفسد أكيد، وليقوم الاعوجاج. الذي يعني كانت عنده أهداف دنيوية حظوظ إلى آخره، يتمنى الآن أن يضع حظوظه تحت قدمه ويعود إلى نعم سابق عمره أياما لكي يصلح الفساد ولكي يقوم يقينا. هذا يقينا، نعم، عندما يشم الإنسان رائحة الموت يغير مسلم. طيب، أنا أعلم أن الموت سيتربص وسيأتي، لماذا لا أصلح الموقف الآن؟ لماذا أدع نعم حياتي تكون نهبة وضحية لنيران الندم؟ الآن الفرصة موجودة، موجودة الفرصة ولم تذهب بعد، نعم، فلأصلح الأمر ولأمد يدي إلى الإخوة الذين يقفون حياتهم صباح مساء لما يرضي الله سبحانه وتعالى، من أجل هؤلاء اليتامى، من أجل الأرامل يا أخي، من أجل الذين أصبحوا ما بين يعني الحياة والموت بين ماضغي الشقاء. طيب، لماذا نعم أنتظر وأغيب وجودي عن هذا كله إلى أن أجد نفسي بعد ساعة أو ساعات سأرحل؟ الله، أنا أسأت، أنا أخطأت، أخ لو رجعت إلى الحياة سأفعل كذا وسأفعل كذا. أنا ينبغي أن أتصور أن كل أعضاء الموت قد يأتي. طيب، ولنا في الآخرين عبرة. أبو عمار، ياسر عرفات اشتغل، نعم، طيب، سلك مسالك، ظن خيرا بمن استحلوا الأرض والديار، ظن أنه الوسائل المعينة كذا إلى آخره قد تفيد، قد تردع. طيب، إلى ما هذا الأمر؟ أنتم تعلمون النهاية التي نعم طبعا الأجل بيد الله عز وجل، ولكننا جميعا نعلم
المصيبة التي حلت به، نعلم الإرهاب المنجس الذي نعم استبد به والذي رحله عن هذه الحياة الدنيا، نعلم ذلك. طيب إذا ما ينبغي أن نسلك مسلكا ظهر أنه لا يفيد وأنه يكرس المصيبة وأنه يكرس البلاء؟ نعم، وضع اليد مع الأخ وإزالة أسباب الخصام هو السلاح الأمضى، وهو السلاح الأقوى، وهو السلاح الأوحد. نعم، وأنا لا أشك في أن يعني لباب الموضوع الجامع المشترك، ولا أحب أن أقول القاسم المشترك، الناس بيقولوا قاسم المشترك، لا مو قاسم، الجامع المشترك موجود، هذا الجامع المشترك. لكن لو قيل لي إنه والله الجامع المشترك اللي عم تحكي مع الأسف عند بعض موجود عند بعض غير موجود، معنى ذلك أنني سأنفض يدي عن كل احتمالات الصلح، كل احتمالات التلاقي، لكنني لا أريد أن أستسلم لهذا التصور أبدا، لأن هذا يؤلمني جدا جدا جدا. نعم، فأنا أقول الفرصة سانحة، والعدو أصبحتم تخبرون وسائله كلها، والعدو هو الذي ينفخ في نيران هذا الخلاف المستشري، وما ينبغي أن تكون جهودنا من أجل مصالح عاجلة، ما ينبغي أن تكون جهودنا من أجل أماني دنيوية ستنتهي عند رحيلنا من هذه الدنيا. لا يا أخي، الشيء اللي بدنا نندم عليه غدا خلينا نهيئه اليوم قبل أن يحيق بنا الندم. أنا في كثير من الأحيان عند مناقشتي لبعض الملاحدة لبعض أقول لهم كلام التالي بعد المناقشة العلمية، أقول يا أخي أنت الآن نعم تتمتع بريعان الشباب أو أنك من في عهد الكهولة، لكن الآن تصور أن الكهولة تمرت وجاءتك الشيخوخة وأنك متمدد الآن على فراش الموت، وعما قريب سيطرق بابك ملك الموت. إذا ما بتؤمن بملك الموت ما على شيء، ستعلم أن الموت سيستبد بك وسينقلك من هذه الدنيا. ما هو قرارك آنذاك؟ هل أنت متأكد أن أفكارك هذه التي تتبوأها الآن والتي تدافع عنها ستكون أنت متمسكا بها آنذاك؟ إذا كنت متأكدا من ذلك فهنيئا، هذا الثبات. أما إذا كنت ستنظر فتجد أن عوامل الشباب ولت وعوامل الأهواء والعصبية انطوت، وأن كل ما كان يهيمن عليك بسبب ظروف المناخ المصالح كل ذلك فرت منك، وعندئذ ستجد نفسك تتبنى أفكار أخرى ورؤى ثانية إلى آخر ما هنالك. فيا أخي الآن تبنى هذه الأفكار كي لا تورث نفسك الندامة التي لا فائدة منها. وأقول هذا دائما لكل إخواننا، أقول هذا للفصائل الفلسطينية، أقول هذا لهذه الفئات المختلفة، أقول هذا لكل متخالفين في طريق الدعوة إلى الله عز وجل، الجماعة السياسيين. نعم، نحن ينبغي أن نضع أنفسنا أمام ترمومتر واحد، المصير. قرر ما تراه عند مصيرك، بدلا من أن تقرر اليوم شيئا تعلم أنك ستندم عليه وسوف تتجاوزه. هذا جزء من الحل الذي ينبغي أن نقوله. هل هنالك باعث يجعل الإخوة يصغون إلى ما أقول ويتعاملون مع الله أعلم، لكنني أسأل الله سبحانه وتعالى أن يغرس هذا الباعث في قلوب إخواننا كلهم، والحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. يعني مني البسملة ومنكم البداءة، تفضلوا. السلام عليكم فضيلة الدكتور. وعليكم السلام. ميزتم فضيلة الدكتور بين الإرهاب المقدس والإرهاب المنجس،
بالنسبة لما يسمى بالعمليات الاستشهادية التي تمارسها المقاومة الفلسطينية في العمق الإسرائيلي، وأحصر هنا بالمقاومة الفلسطينية في العمق الإسرائيلي، قد يذهب نتيجتها بعض النساء والأطفال، فهل تعتبر هذه العمليات منضبطة بالضابط الشرعي؟ بصورة عامة، من آداب الجهاد الذي شرعه الله عز وجل ألا نتوجه بالقتال إلا إلى المقاتلين. ولما رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم امرأة قتلى قالت: ما كانت هذه لتقاتل، ففيما قتلت؟ هذا الشيء. إذا استثنينا، إذا نبهنا إلى هذا، فالعمليات الاستشهادية التي تتجه إلى مقاتلين أمر مشروع طبعا. لعلك تسأل عن يعني الصورة التي تتم عبرها هذه العمليات الاستشهادية، هي يعني حسب الظاهر نوع من الانتحار، لأن الذين يمارسون ذلك يعني يمارسون بطريقة يعلمون أن الموت سيدي بهم هم أيضا. ما الحكم؟ سئلت أنا من قبل بعض الفصائل الفلسطينية في هذا الموضوع، الجواب هو التالي: ينبغي لهذا الإنسان الذي يسلك هذا المسلك، طبعا هو مؤمن بالله عز وجل أكيد، أن يتجه إلى الله أولا، يصلي ركعتين، يقول بينه وبين ربه: اللهم إنك تعلم أنني وضعت روحي على كفي في سبيلك إرضاء لك ودفاعا عن حرماتك، فأسألك اللهم أن تكرمني بخارقة وخوارق نصرك، أن تحميني وأن تكلأني بالعناية حتى أعود الكرة تلو الكرة، وأنت قادر على ذلك. ثم ينطلق إلى عمله هذا، وهو يثق بأن الله قادر على أن ينتشله من الهلاك الذي يتربص بالآخرين. في هذه الحالة عمله هذا مشروع طبعا. يعني أقصد أقول النية هي التي تتحكم بالأمر. فالإنسان الذي ينطلق إلى هذا وقد تبرم بحياته، هو يريد أنه ينتحر، بعدين يعني التجأ إلى فئة قال: يا أخي أنا والله حياتي أنا ضائق بها، وأريد أنني أنتحر بهذه الطريقة. هذا في ميزان الشرع غير مقبول. ينبغي أن يضع نصب عينيه، نعم، أن يبلو البلاء التام كمجاهد، لكن وأن يتجه إلى هؤلاء المقاتلين متأملا أن ينقذه الله. وقد أنقذ الباري سبحانه وتعالى في غزوات كثيرة أناس بشكل عجيب وغريب جدا، يعني حاق بهم الموت وطاف بهم الردى، ثم إنه خرجوا من تحت الأنقاض أحياء. الباري قادر على هذا. الآلية التي يلجأ إليها منفذ العملية يعني تقطع الأمر بيد الله، ولكنها الآلية التي ينفذ بها تقطع بأنه سيموت. ما في شيء عند قدرة رب العالمين اسمه آلية مميتة، ما في شيء. ولو أن الإنسان اعتقد ذلك لكان هذا يعني سلمة في إيمانه بالله. سيدنا خالد بن الوليد احتسى السم عندما كان في إيران ولم يفعل به شيئا، هيك؟ تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. فضيلة الدكتور، هل هناك في إسرائيل نستطيع أن نميز بين مدني وعسكري، وخاصة إذا نظرنا إلى المجتمع الإسرائيلي كله مجتمع عسكري من أساسه إلى رأسه، من نسائه إلى رجاله إلى كهوله إلى أطفاله، كله مجتمع عسكري. امرأة دخلت إلى بيتي صائلة تريد أن تأخذ مالي أو تأخذ أو تريد أن تقتلني أو تريد أن تأخذ حقي، أتركها وأقول هذه امرأة لا أقتلها؟ ففي إسرائيل الكل عسكري، فأميز بين طفل وامرأة وشيخ وعسكري في العمليات أو في غيرها؟ أعود فأقول لك، في مثل هذه الحالات هنالك أشخاص لا يتأتى منهم القتال، لا تتأتى منهم الحرابة، ولو كانوا في دار الإسلام ندعهم لا نقاتلهم، لا يتأتى منهم ذلك. لسأل عن الأطفال والنساء القابعات في دورهن كذا، لا نعم، لكن كثيرات هن النساء المقاتلات
كثيرات هن النساء المتهيئات للقتال. العبرة بالإنسان ذكرا أو أنثى، هل هو ممن يقاتل أو ممن يتأتى من القتال أو لا؟ هذه هي العبرة. ولا نريد أن نغير كلام المصطفى صلى الله عليه وسلم، يعني في شيء اسمه موقفنا إما أن يستثير في نفوس الناس محبة الإسلام، وإما أن يستثير في نفوسهم كراهية الإسلام. ما بدنا نثير في نفوس الناس كراهية الإسلام. صلاح الدين الأيوبي فعل هذا وذاك، يعني دافع دفاع الأبطال وأظهر من الإنسانية ما لم يكن يتوقعه أولئك الصليبيون الذين كان يحاربهم صلاح الدين الأيوبي، ولذلك طأطأوا له الرأس، نعم، تعظيما وتبجيلا. فنحن أيضا مكلفون أن نسلك هذا المسلك. سيدي، في ضوء ما ذكرتم عن توحيد الصف بين الفصائل الفلسطينية، وأن كل المحاولات التي جرت في ذلك هي محاولات يغلب عليها الطابع السياسي، أتساءل أين دور الدعاة المخلصين أمثالك في ذلك، وما السبيل إلى إقحامهم في أخذ دورهم الطبيعي في المصالح؟ هاي دوري هلأ، هذا دوري، هو دوري إن شاء الله. أكثر من هيك ما بيطلع بإيدي لك، وأنا ليس لي أول مرة، لكن لعل يعني هذه الصيحة تبلغ الجميع إن شاء الله. أنا أقصد المباشر مع الفصائل. المباشرة؟ كيف السبيل إلى ذلك؟ أنا لا أستطيع، أنا لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. السلام عليكم دكتور. بوضوح حسن الظن، يعني نحن بالمرحلة الحالية عم نشوف أمور يعني سيئة جدا بالواقع، من تعذيب مثلا مقاوم من طرف مسلم، أو من دعم الجيش الصهيوني من طرف مسلم، فهذا واقع يعني عم نعيشه يوميا. فحسن ظننا في إخواننا ورغبتنا بهدايتهم، يعني كيف يعني بدنا نقدر نتابع بهذا المجال؟ الجيش الصهيوني، نحن لا نتحدث عن الجيش الصهيوني ولا نحسن الظن بالجيش الصهيوني، نتحدث عن الجيش الصهيوني. من الأخوة العرب هناك مسلمين في هذه المرحلة اللي نعيش فيها نحن الآن، يعني هناك قوافل كانت تدخل أثناء ضرب غزة من العرب، من وناس عرب، تجار عرب، إلى الجيش الصهيوني لإطعامه. فهذا الأصل حسن ظني بأخي المسلم أنا، كيف ما هي ضوابطه؟ نحن بالنسبة لهذا الموضوع في يعني تمازج، وهذا التمازج ينبغي أن يجعلنا يعني دقيقين في المعالجة. المعالجة العشوائية غلط، العمومية أيضا غلط. نحن نتحدث الآن عن القيادات، ولا نتحدث عما تحت القيادات أو ذيول القيادات. هذه القيادات ينبغي أن نحسن الظن بها، نعم، وهي التي نستطيع أن نحاورها، وهي التي يسير فيما بين أفرادها، نعم، تسير جسور التلاقي والتشاور. أما إذا أردت أن تتحدث عن أفراد يجندون لخيانة الأمة فهذا شيء آخر. هذه أمور ذيول تنتهي عندما نعالج الموضوع على هذا المستوى، المستوى العالي، هذه حقيقة. لكن قل لي مثلا، هل أنت تبرر إذا دعونا هؤلاء القياديين، هذه الفصائل، نعم، إلى تلاق وإلى أن يتقاربوا في سبيل أن يتفقوا فيتلاحموا، لا على أساس سياسي ولا بدوافع تكتيكي، وإنما بالدوافع التي ذكرتها الآن، هل تجد أن هنالك يعني ما يمنع من حسن ظن؟ لا أعتقد أن أسباب حسن ظن موفورة. نعم، هذه الحالات التي تتحدث عنها حالات، نعم، فردية جزئية، لا ينبغي أن تصدنا عن المواجهة والمحاورة أبدا. إذا كان يعني دخول قافلة من بلد عربي
إلى داخل فلسطين المحتلة بقسم الإسرائيلي منه هي حالة فردية لأشخاص، يعني ممكن فضل ما فهمان رسالتك وصلت معروفة. هذه القافلة نصدها ونردها وهي تدخل في باب الصيال الذي ذكرناه، لكن هذه القافلة من أين جاءت؟ جاءت تنفيذا لعمل قيادي، أليس كذلك؟ الآن حوارنا مع هذه القيادة، واضح كلامي؟ بالنسبة للقيادة التي نعم تسلك هذا المسلك وتسير بهذه السياسة، سبيلنا معها واحد لا ثانية له، الحوار وإيقاف المشاعر الإيمانية التي أزعم أنها موجودة. طيب، لكن هذه القيادة أو تلك فعلت ما تقول، ونظرت فوجدت أن هناك قافلة جاءت تحمل أسلحة للعدو، جاءت تحمل أسباب الدمار لإخواننا الفلسطينيين. هذه القافلة بالذات ينطبق عليها حكم الصيال، والصائل موقف الشريعة منه ما هو؟ المقاومة، تقاومه، وإذا قتل أو قتل أفراده جميعا فدماؤهم مهدورة. أرجو أن نفرق بين هذا وذاك. نعم. امتد الزمن، فنمتد الزمن بر، يعني هي حالة عم نعيشها. نحن كنا من سنوات بحالات أحسن من هيك، لا ما زالت تسوء، فنمتد الزمن وساء أكثر من هيك فينا بالمستقبل. ليس هنالك فيما يقوله المناطق باب الحصر والتقسيم، يعني ليس هنالك سبيل غير هذا. لعلك تريد أن تقول هؤلاء القادة لا خير فيهم، ليس هنالك من سبيل إلى الوقوف في وجههم ومقاومتهم. لو سلكت هذا المسلك لتحولت من شر جزئي إلى شر كلي، ولا أصبحت يعني رقعة البلاء أوسع بكثير مما هي عليه الآن. لا يتصور أن أحد هذا العلاج. دائما تاريخنا يؤكد هذا الذي أقوله لك. نحن مصيبتنا عدم وجود من يحببون الإسلام إلى قلوب المسؤولين والقياديين الذين تشير بحديثك إليهم. ناس غابوا عن الإسلام جهلا، طيب، و يعني دخلوا في معمعان السياسة وسبحوا في بحارها. طيب، ما الذي تتوقع منهم تنتظر منهم؟ السياسة هي التي ترشد، السياسة هي التي تؤثر، السياسة هي التي تأخذ وترد. نعم، بها على أحلامها ينامون وبتصوراتها يستيقظون. المسؤول نحن ليس هم. لو أن مجتمعاتنا الإسلامية فيها كان العدد الوفير من الدعاة الربانيين، اسمعوا، الربانيين إلى الله عز وجل، ووقفوا من هؤلاء القيادين موقف النصح، موقف الوعظ، موقف التنبيه والتحذير، نعم، لرأيت أن هؤلاء خلال أشهر أو سنوات يتحولون من حال إلى حال. وأنا ضربت أمثلة لكم، يعني خلفاء المسلمين إن في العصر الأموي أو في العصر العباسي ما كانوا معصومين، لكن دائما كان غذاء التوجيه موصولا معهم، غذاء التنبيه موصول مستمر. لذلك كانوا مرة هكذا ومرة هكذا، وفي أهم الأحوال كان سلوكهم منضبطا. نعم، واحد مثلا مثل طاووس، وقد قلت لكم حديثه مع هارون الرشيد، طيب جيب لي 10 مثل طاووس اليماني في هذا الوقت يجالسوا هؤلاء المسؤولين، هالمسؤولين بيصيروا أولياء. أنا المسؤول يوم القيامة، أنا بدنا نتحمل مسؤوليتهم. لا أريد أن أذكر فلان، لكن فلان هذا متى وقف زيد من الناس نعم ينصحه نصيحة نابعة من قلبه بعد أن
وقف وأخذ يعني يلتجئ إلى الله يا ذا الجلال والإكرام، أعني على ما أقمتني فيه، اجعل في كلامي نورا، نعم أهدي به قلوب عبادك هؤلاء. ما في ولا واحد. نعم. وإذا أردت أن تشير لي إلى فلان وفلان وفلان، فرائحة السياسة في مواقفهم وكلماتهم تفوح وتتغلب على كلمات الدعوة إلى الله. نعم تفضلي. السلام عليكم. وعليكم السلام. كل الإسرائيليين الموجودون الآن في فلسطين المحتلة الموجودون الآن في فلسطين المحتلة يعتبرون غاصبون ومتورطون في الجرائم المتعددة ضد الفلسطينيين، فهل عملية عملية تفجيرية ما تؤدي إلى روح أو إلى قتل بعض منهم في الموجودون في مكان الانفجار يعتبر جريمة شرعية؟ أما أننا نقول كل المكلفين الكبار الذين اختاروا البقاء في الأرض المحتلة مغتصبون، هذا كلام سليم. وأما أن نقول بناء على ذلك ينبغي أن نقاتلهم جميعا على مستوى واحد ودون تمييز وتفصيل، هذا لا، هذا لا. يعني هنالك حيثيات كثيرة، ولعلي أشرت إلى بعض منها أو ذكرت. أولا الإنسان الذي يقاتل قولا واحدا ينبغي أن نلحقه ونقاتله بكل الوسائل. الإنسان الذي يتأتى منه القتال وهو مكلف وأراد باختياره أن يستوطن نعم في أرض للمسلمين في هذه المستوطنات التي تتكاثر وتتوسع، نعم يقاتل. لكن هنالك أناس صغار، نساء غير معنيات بهذا الأمر نهائيا. ما ينبغي أن نخلط الحابل بالنابل وأن نتوجه إليهم جميعا بقتال على مستوى واحد، للسبب الذي ذكره الفقهاء ولسبب آخر، هو أن هذا سيكون ذريعة لتشويه صورة الإسلام أمام الآخرين. سيقولون أن المسلمين جماعة وحوش، نعم، يجعلون من الجهاد منجلا، نعم، ليقضي على كل من يرونه أمامهم. من دون هالشهادة نحن متهمون بهذا الأمر. فينبغي موضوع سد الذرائع مصدر من مصادر الشريعة، ينبغي أن نلاحظ هذا المعنى. طيب أنا يشار إلي أن الوقت قد انتهى، نقف عند هذا الحد، وأعتقد أننا بصدد حلقة أخرى، وأرجو أن يوفقنا الله سبحانه وتعالى لتلاقي لهذه الحلقة الأخيرة، وإذا كانت هنالك أسئلة باقية بوسعنا أن نسقي إليها فيما بعد، والحمد لله رب العالمين.